الحمد لله الذي شرفنا وكرمنا برسالة عبده وحبيبه ومصطفى سيدنا محمد المرسل من الله رب العالمين رحمة للعالمين. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل منهم أجمعين وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الغيب المطلق هو الله تبارك وتعالى، جعل سبحانه وتعالى في خلقه الخلق وإيجاده الوجود أسرارا وحكما عظمى لائقة بجوده يصل إلى عقول من ارتضى من تلك الأسرار والحكم ما يصل على حسب ما هيأ له الحق تبارك وتعالى مما أراد أن يعلمه. وجعل سبحانه وتعالى صلة هذا النوع من المخلوقات وهو الإنسان بشؤون المعرفة والإدراك والتعليم من علم الغيب شانا واسعا مميزا عن بقية أجناس الوجود، فجعل الله في النوع الإنساني النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، قص من قص في الكتاب العزيز على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يقصص علينا في الكتاب العزيز صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا أكرم الخلق على الله جل جلاله وتعالى في علاه، وبعدهم صنف الملائكة، ويأتي خواص من البشر بعد ذلك بعد النبيين وهم الصديقون. جعلنا الله وإياكم ممن يحشر في زمرتهم. النوع الإنساني لإظهار كرامته علمتم قصة آدم وخلقه وأمر الله تعالى الملائكة بالسجود له رحمكم الله، كل ذلكم منطو على شان يجب أن نعرف منه ما يمكننا أن نعرف، فإنه يخصنا فيما بيننا وبين إلهنا الذي خلقنا جل جلاله وتعالى في علاه. الحمد لله يرحمكم الله. ثم إنه سبحانه وتعالى كشف للملائكة وللنبيين ولخواص خلقه عن أسرار حكمته وربوبيته وإنشائه الوجود وعن العواقب والمصير الذي يصير إليه الوجود شؤونا عظيمة، وبقيت علوم المعلمين من الخلائق أجمعين من كل علم ظاهر وباطن في كل فن وفي كل شان وبأي وجه ظلت كلها بالنسبة لعلم الله كلا شيء، فحالها كما قال ربكم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومع ذلك كله فيتضاءل بعضها أمام بعض لعظمة بعض، فأسرار الألوهية والربوبية المبثوثة في الكون أين منها علوم الخلائق بالنسبة لسادتنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكهم بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا جل جلاله. فاختص النبيون بالعلم الواسع، وعلوم النبيين إذا نسبت إلى علم سيدهم وهو نبينا محمد كانت قليلة، وعلوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتكاثرة المتنامية المتزايدة الواسعة بالنسبة لعلم رب العالمين كلا شيء. ولقد قال سيدنا موسى لسيدنا، قال له سيدنا الخضر وهما واقفان على البحر، فوقف طائر فنقر بمنقاره في البحر، فقال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا بمقدار ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. فكم نقص من البحر، أي لم ينقص شيء من البحر بواسطة هذا العصفور ومنقاره. فكذلك لا إذا نسب هذا العلم إلى علم الحق تبارك وتعالى كان لا شيء. فسبحان الملك العلام جل جلاله وتعالى في علاه. فهناكم من الخبر عن عظمة الله وجلاله في عالم الملائكة شان كان به الملائكة من خشيته مشفقون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيهم أصناف وطوائف، أحدهم ساجد منذ خلق إلى يوم القيامة، والآخر راكع منذ خلق إلى يوم القيامة، والآخر قائم منذ خلق إلى يوم القيامة. وهذه الأصناف إذا وردت القيامة سمعهم من سمعهم منا وهم يقولون في القيامة سبحانك يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا عرفناك حق معرفتك. وكان مظهر التعليم من الله تعالى للعلم الأشرف الأكرم في العالم الخلقي وجود النبوة والرسالة بإيحاء الوحي على النبيين. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فلم يزل النبيون ينبئون عن الله تبارك وتعالى ويبلغون عن الله تبارك وتعالى ويعلمون الخلق العلم الذي لا سعادة لهم بدونه ولا حياة لهم بغيره. فكانت أنباء عن الحق تبارك وتعالى ووحدانيته وعظمته وصفاته وآياته، وكانت أنباء عما يتعلق بشؤون الخلق في الأول والآخر. فاتحد إنباؤهم عن الحق تبارك وتعالى في الثوابت والجوامع التي تحدث بها عن الله وعن الإيمان به وعن ما أمرهم أن يحملوه إلى الأمم من تعظيمه وإجلاله وتنزيهه ووجوب طاعته، وأخبار عن ملائكته وعن رسله وعن كتبه التي أنزلها وعن اليوم الآخر. ثم بعد ذلك اختلفت أنواع البيانات مع استقرار الأصل في وجوب ما يجب أن يؤمن به المكلفون. وأما عالم الخلق القريب فإنما يكون على سبيل المعجزة من الأنبياء ما يتحدثون به عن بعض غيوبهم وبعض شؤونهم. فبان بذلك أن العلم بالكائنات وشؤونها علم لا خطر له على الحقيقة إلا بمقدار ما استدل به أو استعمل، ما استدل به على عظمة المكون أو استعمل في نصرته وإقامة شرعه جل جلاله وتعالى في علاه. وإلا فكثير ممن ينسب إلى العلم الواسع والاكتشافات الكبيرة ستسمعهم الآذان وهم يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أعاذنا الله.
من سوء المصير، واجعلنا وإياكم ممن هيأهم لكمال الإيمان واليقين. توالى الأنبياء والمرسلون، قال ربكم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولم يزل الرسل يبعثون رسولا بعد رسول ونبيا بعد نبي حتى أذن الله بالختام فجاء خير الأنام. جاءنا نبي الله، جاءنا الأصفى والأوفى والأكرم على الله، فكنا خير أمة. وسمعنا في العام الماضي أخبارا عما تنقل على ألسن الرسل في أمة بعد أمة من إعلان شأوي وشاني وقدر سيدنا محمد، ووصف الله إياه لا بوصفه الخلقي والخلقي للرسل وأممهم مع التعظيم والإكرام وأخذ العهود والمواثيق، ثم بعض العجائب التي برزت قرب ولادته وعند اقتراب ظهوره إلى عالم الدنيا، ثم أخبارا مما كان عند مولده وفي نشأته إلى أن قاربنا الحديث عن أيام بعثته ورسالته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما حقيقة النبوة والرسالة له فقد ثبتت وتمت ووجبت قبل أن يقوم أبونا آدم بعد نفخ الروح فيه. آدم بين الجسد والطين، ونبوة سيدنا محمد ثابتة، وصح ذلكم في الحديث الوارد عنه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. وعلى قوائم العرش قرأ أبونا آدم حين نفخ فيه الروح: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وهناك أمران: الأمر الأول ثبوت النبوة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من خلال إعلامهم بوجوبها لهم، والأمر الثاني التخصيص لسيدنا محمد في نبوته. فأما ثبوتها للأنبياء فنحن نقرأ في القرآن في قصة ميلاد سيدنا عيسى، قال: إني عبد الله آتاني، والآن هو عاد وخرج من بطن أمه وأيام في المهد، وين هو ذا الكتاب؟ قدس نزل، وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما، وأوصاني بالصلاة والزكاة. قد يصلي عدو في المهد، كيف نكلم من كان في المهد؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وإذا كان هذا الشأن ثابت لمثل عيسى، فالذين يجهلون قدر محمد عند ولادته بعيدون عن القرآن وبعيدون عن نبأ الرحمن. إن كان هذا الشأن لمثل عيسى بن مريم فكيف هو لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ أكان حين وضع آمنة به أقل شأنه؟ وهل يكون عيسى إلا مقتديا به، مهتديا بهديه، متبعا لشريعته، عاملا بسنته؟ وهل يكون عيسى إلا مبعوثا تحت لوائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إذا علمنا ذلك فشؤون ثبوت النبوة والأنبياء سابق في علم الله على الإطلاق، وكل منهم نبئ بذلك فعلم ذلك قبل أن يعلم الناس، ثم كل منهم تأدب ولم يبلغ الناس ويطالبهم بالإيمان به حتى كلف بذلك ونزل الوحي والأمر له أن يخاطب الناس بذلك.
ولكن مع ذلك أمر ثان وهو الخصوصية في نبوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدلت رواية وبعثت إلى الخلق كافة على معنى في هذه النبوة بها قامة الكائنات على التعرف على الله تبارك وتعالى، وبذلك علمنا أن نبوته كانت على خصوصية ومزية، فجميع الأنبياء مأمورون بالإيمان به وبطاعته، بحيث لو كان أحد منهم حي وقت بعثته لكان الواجب عليه أن يقتدي به وأن يتبعه ويطيعه صلى الله عليه وسلم. هو القائل لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وفي ليلة الإسراء والمعراج صلوا خلفه فصلى بهم، فكأنهم أدوا الوفاء بالعهد الذي عهدوا عليه من قبل، ثم لم يكن له في عالم الشهادة مظهر، والحق يأخذ المواثيق عليهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه، وهو يعلم أنه لن يبعث في أزمنتهم. فكان منهم أخذ العهود على أممهم أن يؤمنوا به. فلما كان في تلك الليلة قيل طبقوا ما عاهدتمونا عليه، فهو الآن سنجمعكم عليه وناتي به إليكم، فاقتدوا به واهتدوا بهديه وكونوا على منهاجه، إن ركع فاركعوا وإن رفع فارفعوا وإن سجد فاسجدوا، فانصروه بذلك واقتدوا به واتبعوه بذلك. فصلى وصلوا خلفه، فإذن هو المقدم وهو الرأس لأهل الرئاسة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم لثبوت نبوته وآدم بين الماء والطين معنى آخر، وهو أن الجنس الإنساني الذي شرف به عليه الصلاة والسلام لما بدأ أو قرب ودنا وقت بروز هذا النوع الإنساني بخلق جسد آدم على نبينا وعلي أفضل الصلاة والسلام، برزت النبوة في العالم بروزا خاصا به. عبر صلى الله عليه وسلم أني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الماء والطين، حتى لا تبدأ رحلة وجود العالم الإنساني إلا والنبوة أمامه والرسالة أمامه. فجاءت قصة خلق آدم، فكان أول ما فتح عينيه أن قرأ الأسطر على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتأمل بعقله اسم من الذي وضع جنب اسم الرحمن تبارك وتعالى جنب اسم الله، فعلق من قلبه من ذلك ما علق، فكان توسله به حين أكل من الشجرة فقال قلت إنك لم تضف لاسمك إلا اسم أحب الخلق إليك، قال صدقت وإنه من ولدك، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت للوالد بالولد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في ذلك يقول سيدنا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة لما جاء للزيارة أبو جعفر المنصور وكان واليا، فزار به سيدنا الإمام مالك فأراد الدعاء، فقال يا إمام أستقبل القبلة أم أدعو؟ أما أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو؟ فقال ولم تولي وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم من قبل. قال آدم من قبل قد توسل به وأنت بتولي وجهك لفين؟ الوسيلة لك هو، فعند القيامة لا عاد الكعبة ولا عاد مسجد ولا عاد غيرها بيجيب يقول أنا الشفيع، اللي بيقول أنا لها هو هذا، هو هذا الذي سيقولنا لها، ما بتجي الكعبة تقول أنا لها، ولا غير الكعبة بيجي يقول أنا لها، الذي بيقول أنا لها واحد هو الحبيب الواحد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولم تولي وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم من قبل.
أما شؤون الإنبا فقد قرأتم العجيبة والكثيرة في أخبار الحمل والولادة والرضاعة واتصالات بعالم الغيب وعالم السماء حتى مع الحيوانات والجمادات. ولكن لما قرب وقت ختم الرسالات وأراد الله تبارك وتعالى أن يكمل الدين وأن يظهر الذي يختم به النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان العالم في شدة شديدة من الظلمات والجهالات والغفلات، فما لها إلا النور الأكبر. فهيئ الله نبيكم عندما قارب الأربعين، حبب إليه الخلاء والاعتزال عن الناس، واختار غار حراء. واسمع، قبل النبوة بسنوات كان يعتكف في كل رمضان في غار حراء، فإذا جاء شهر رمضان خرج النبي من مكة واستقر بغار حراء. واسمع، غار حراء الذي اختاره كان جده عبد المطلب يتردد إليه، وكان بقايا دين الخليل إبراهيم في أولئك الرجال تقتضي منهم خروجا للتعبد والتنزه بالروح في إلى ذلك المكان وقتا بعد وقت. فكان يتردد إليه جماعة من آباء النبي، ثم لما أحب الخلاء والعبادة اختار الغار ليجمع فيه بين ثلاثة: خلوة وعبادة ورؤية للكعبة. فكان من شق الغار يرى الكعبة المشرفة، وكان قد حببت إليه الكعبة وألقي في قلبه محبتها وتعظيمها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان إذا خرج من منسكه جاء إلى الكعبة فطاف سبعا أو ما شاء الله ونحر، ثم رجع إلى بيته. فلما قارب الأربعين اشتد شوقه إلى الخلوة، فكان يبتعد عن الناس فيخرج ويمكث الليالي العديدة. فلما وصل في شهر ربيع الأول في عام 41 من الفيل، بعد أن أكمل الأربعين تماما صلى الله عليه وسلم، اشتد عليه الأمر في محبة الخلوة. وفي ذاك الوقت في ربيع الأول بدأت الرؤيا له، فرأى جبريل ورأى الوحي ينزل عليه، ثم لم يزل في الرؤيا الصادقة يرى مرائي متعددة، فلا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وكان يقص بعض تلك المرايا على خديجة، وكانت تقول له: أبشر فإن هذا خير، وكانت تقول له: لا يخزيك الله أبدا. وكانت تتنوع له المرايا، ومنها رؤية جبريل نفسه ورؤية إنزال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، حتى أصبح صلى الله عليه وسلم يقرأها قبل أن تنزل في اليقظة في غار حراء. فمكت ستة أشهر بالرؤية الصادقة حتى جاء رمضان. جاء رمضان، في خلال هذه الأشهر تحركت أحجار كثيرة وأشجار لتسلم عليه، فكان إذا مر في طريقه إلى حراء لا يشعر إلا بالسلام من هنا ومن هنا، فيلتفت فلا يرى أحد إلا الأحجار تبدأه بالسلام. وفي صحيح مسلم يقول: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، فأنا أعرفه الآن. وفي مكة زقاق يسمى زقاق الحجر، فيه الحجر الذي كان يسلم عليه. أما في بداية بعثته فقد كثر التسليم عليه، حتى روى البيهقي عن سيدنا علي بن أبي طالب يقول: خرجنا معه صلى الله عليه وسلم يوما في بعض نواحي مكة، فما
قابلته شجرة ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله. وجاء عنه في رواية أخرى قال ولقد رأيتني أدخل معه الوادي فلا يمر بشجر ولا جبل قال إلا قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جميع ما في كتب السيرة من أخبار النبوة والرسالة يتعلق بشؤون الناس الذين حوله. نبوته كانت وأدم طينة وفيه انتهت غايات تلك الدوائر. لم يكن شيء من الشك ولا مجرد الاستفهام يحوم حول خاطر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن من حواليه كانوا الذين يستفهمون وكانوا الذين يتيقنون وكانوا الذين يتأكدون. ففي شهر رمضان في ليلة 17 منه التي صادف بعد سنوات منها أن كانت ليلة الفرقان ليلة بدر، في ليلة 17 من رمضان كان ابتداء الوحي. في تلك الليلة أمر الله بإنزال القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فكان إعلانا للملائكة بشان عظيم، وأمر جبريل أن ينزل فنزل ومعه ميكائيل، فوقف ميكائيل في الهواء وتقدم جبريل إلى الغار ونادى المصطفى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأقبل عليه فناداه بما علمتم اقرأ، قال وما أقرأ، فغطه وضمه إليه حتى بلغ منه الجهد وقال أرسله وقال اقرأ، قال وما أقرأ، فغطه الثانية وغطه الثالثة وقال له بعدها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت خمس آيات نزلت عليه صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه رسول الله إلى الخلق. فعاد عليه الصلاة والسلام إلى خديجة بنت خويلد يرجف فؤاده من عظمة الوحي الذي نزل عليه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأقبل على خديجة أخبرها الخبر وكان قد حدثها ببعض المرائي، فعصم الله قلبها وقالت يا محمد إني لأرجو أن تكون رسول الله فإنك صادق فيما تقول. وقال لقد خشيت على نفسي. وإذا قرأتم هذه الروايات في الصحيح عندنا فاعلموا أن هذه الخشية خشية التكليف بالأمانة الكبرى، والخشية على الأمة أن لا تستجيب وأن لا يتمكن من حسن إنقاذها من الضلالة التي هي فيها والشدة التي تعانيها. فصلى الله على صاحب القلب الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم وقالت خديجة والله لا يخزيك الله أبدا. ثم إنها طلبت منه أن يخبرها إذا جاء جبريل، فقال إذا جاء صاحبك فعلمني. فقال لها صلى الله عليه وسلم يوما هذا جبريل، أقبل. قالت أتراه؟ قال نعم. قالت كن عن يميني. أتراه؟ قال نعم. قالت كن عن يساري. أتراه؟ قال نعم. قالت اجلس بين يدي. أتراه؟ قال نعم. فحسرت الخمار عن رأسها. قالت أتراه؟ قال لا. ذهب. فعادت الغطاء فأقبل. قالت والله يا رسول الله ما هذا بشيطان، إنما هذا الملك الذي يأتيك، وكان ذلك لتطمئن هي فعملت هذا العمل. قال البوصيري وأماطت عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء، فاختفى عند كشفها الرأس جبريل فما عاد أو أعيد الغطاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبعد ذلك حملته إلى ورقة بن نوفل وخرجت تجري قبل إلى عداس صاحب نينوى الذي قدم من نينوى إلى مكة، فكان هناك عند
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وأقبلت إليه نصراني يعلم علم الكتاب، فقالت له: أذكرك الله أن تذكر لي الخبر وتصدقني، ما تعلم عن جبريل؟ قال: قدوس قدوس، من يذكر جبريل في بلد تعبد فيه الأصنام؟ من إن جئتي بهذا الاسم؟ قالت: ما تعلم في جبريل؟ قال: أعلم أنه ملك الله بينه وبين النبيين، يرسله إلى النبيين، وهو صاحب موسى وصاحب عيسى وصاحب النبيين من قبل. فرجعت تجري فرحة بما قال لها، وأخذت رسول الله إلى ورقة بن نوفل، وكان قد قصت عليه سابقا قبل نزول الوحي بعض المرائي التي رأى، فقال لها: إن صدقتيني يا خديجة فإن محمدا هو النبي الذي تنتظره أهل الكتاب وهو المبشر به، ثم إن رسول الله عند رجوعه في تلك المرة من غار حراء أخذ جاء إلى الكعبة يطوف، فلقي ورقة هناك، فقال: ابن أخي أخبرني ما الرؤية التي رأيت وما تشاهد؟ فأخبره، وكان في تلك الفترة كثر عليه سماع كثير من الأصوات ومشاهدة كثير من المرائي، فأخبره ببعض ما رأى، فقال: أبشر يا ابن أخي، إنك لخاتم النبيين. ثم بعد نزول الوحي حملته خديجة وقال: اسمع من ابن أخيك، فقص عليه الرؤيا، قال له: وهذا في المنام في اليقظة؟ قال: أمام عيني وأنا مستيقظ، جاءني وقال لي كذا وكذا وشهدت ذلك. قال: الله أكبر، هذا الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى، أما إنك الذي بشر به عيسى، أنت الذي بشر به عيسى بن مريم، قد آمنت بك. ولذلك عده جماعة في الصحابة، عدوا ورقة بن نوفل في الصحابة، وقال لرسول الله: يا ليتني كنت فيها جذعا، أي شابا قويا، أنصرك حين يخرجك قومك نصرا مؤزرا. قال: أو مخرجيهم وقومي يخرجوني وهم يحبونني هذه المحبة ويسموني الأمين. وأراد أن يظهر صلى الله عليه وسلم ذلك، وإلا فهو أعلم من ورقة بما يقول. قال له: يا ابن أخي، والله ما جاء أحد بمثل ما جيت به إلا عودي، وإنه إنك ستؤمر بالجهاد بعد ذلك، وإن قومك سيجتمعون عليك، ويا ليتني أكون معك أبلي فيك بلاء حسنا وأنصرك نصرا مؤزرا. فترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذ مات بعد أيام من ذلك، وفتر الوحي وانقطع، فاشتد الشوق في قلب نبينا إلى نزول الوحي عليه، فأخذ يلتفت يمنة ويسرى، ويصعد جبل حراء، ويصعد بعض الجبال بمكة، حتى إنه ليشرف بنفسه من هوة الجبل، يكاد من شدة الشوق الذي فيه أن يرمي بنفسه من أعلى الجبل، فيتبدى له جبريل ويقول له: يا محمد اثبت أنت رسول الله، فيسكن ما به، ولم يزل على ذلك أياما حتى نزلت عليه سورة المدثر بعد ذلك، فتلقاها وهو يمشي في الطريق، وإذا بالسلام يسلم عليه، فالتفت يمنا ويسرى وأمام وخلف ولم يشاهد أحدا، فرفع رأسه وإذا بجبريل الذي جاءه بحراء متربع بين السماء والأرض يقرأ عليه سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر. وعاد أيضا إلى خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، بعد إشراق هذا النور بدأ الفكر كيف يبثه بين الأقوام في تلك الظروف الصعبة الحالكة التي تحيط به، ولكن هو لها صلى الله عليه وسلم، سبحان من هيئه لهذه المهمة العظيمة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم كمال الإيمان واليقين، ونثبتنا على متابعته، واجعلنا في خواص أنصاره، خواص مقتفي آثاره، خواص المصدقين بما جاء به، خواص الصادقين في اتباعه ظاهرا وباطنا، حتى يحشرنا في زمرته، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رسالة سيدنا سليمان بالهدهد إلى القوم في اليمن، كان ممن أمر سليمان أن يبلغهم الرسالة، كان ممن أمر سليمان يبلغهم الرسالة، وهو ولذلك كان سر إنكار الهدهد: إني وجدت امرأة من دون الله، وجدتها وقومها
يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم شيطان أعمالهم. فكان من جملة القوم الذين أمر سيدنا سليمان بتبليغهم الرسالة، فإنه بنفسه مر أيضا إلى أرض اليمن ومضى فيها ويبلغ الرسالة، فكان هؤلاء الذين لم يصل إليهم في تلك الأماكن التي وصل إليها الهدهد ولم يرسل إلى جميع من في الأرض في وقته فضلا عمن يأتي بعده، صلى الله على نبينا وعليه وعلى جميع النبيين المرسلين صلوات الله وسلامه عليه.